وملي لا ان شاء الله راهم كيما الحشم والحوش. امين ان شاء الله قامرين وزاهرين. يا عمر وين راه عمر؟ واحد شاب واحد الولاد عمار وكان فقر بكري، شابو داير القرعه نتاع دهان، ها صنت شابو داير القرعه نتاع دهان وشابو داير قنطار قاعد يشوف. قالوا كي راك تبيع في هذو الجوج شتا باغي تشري في بلاصتك؟ قالوا هذو الجوج كي تبيعهم الشتا دير في بلاصتك، انتوما في جوج ما عندنا ما نديرو في بلاصتكم، انتوما كون تروحوا لنا شكون؟ راكم نقله طيبه وراكم طالعين من الميدان وراكم ان شاء الله منكم فرشان منكم تاع الجماعه منكم بركه تاع جدادكم معاكم. امين. قولوا ان شاء الله من اللي لا طيب على يا ربي ان شاء الله نور على نور يا ربي يحفظهم يرضي عليهم الجماعه يبعد عنهم المصائب ويصفي القلوب ويغفر الذنوب. أمين. يجي سيدنا ايوب. أمين. والله يعمر الجيوب. أمين. والله يبلغ المقاصد. أمين. يا سي الحاج دار يقولوا ان شاء الله الكلمه اللي نقولوها مقبوله. أمين. امين والحمد لله رب العالمين. عاونوني ثم نبرب كلمه عمر وعمر عمر وعمر شوفوا هذا الطويل راه جدو الحاج الكبير. آمين. ادعوا له رب العالمين قولوا الله يجعله مصباح ميطافوري. آمين. الله يمشي على سنة الرسول. آمين. على طاعة الله. آمين. الله يجعله من تلاميذ الجائزين. آمين. الفائزين. آمين. في الدنيا ينفر. آمين. في الآخرة يشفر. آمين. وإن شاء الله راك تشيبوا العقب. آمين. هذا وليد ابنك ولا ولد بنتك راه يخرج لك إن شاء الله صالح. وإن شاء الله ربي يحفظه. آمين. والله يجعل مسؤولته نادر. آمين. والله يجعله كل ربعي خطيروش. ان شاء الله راك منوره ولدي. ان شاء الله قرا القران وراك تدخل الصحراء. يقولوا لي ربي ورثاه العلم والنور. نرجعوا لشي الحاج احمد. شي الحاج احمد قال لك عمر وعمر في جوج ولادي بصح اللي خسر راني نضربه تحت الوجه. هذا يقول الله يهديه اللي نخربوا ما ينوش. من الليله ان شاء الله راكم مدايين دعوه الخير في جوج يا سي عمر. سي عمر وسي عمر. ان شاء الله من الليله راكم كيما الحسن والحسن. راكم كي الشوف جزه ما دير جزه. راكم صباع عسل طيب على طيب. راكم كي جماعة المحل ان شاء الله. نور على نور. راكم تبقاو مريقلين. وهذه الكلمه مش غير هو قالها كاع رانا معاه. خاطر هذا العهد اللي درتوه الليله سي عمر. كامل. إلى من دراهم بيناتكم الشمع. إلى كلمة بيناتكم الشمع والمجمع كريم وراكم تربحوا ربي يحفظكم وربي يصبركم. آمين الحمد لله. قال له هذا كي يخرج برا صح. صلوا على النبي صلى محمد استاد واه شي عبد يا شيخ اطلبوا لرب العالمين قولوا ان شاء الله الله يحفظ. وما زلت معلم انت ولا بطلت لا 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 راه الكاف لا 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 راه هذا راه صور مع الولي. يا صلوا عليه الله يحفظه في المنصب نتاعه. وراه واقف في الميدان الله يجعله ان شاء الله نور على نور. يا ربي ان شاء الله يحفظه والستر رضي عليه الشعباني رضي عليه العجوز ورضي عليه الطلبه. أمين. وان شاء الله راك نور على نور. ان شاء الله ما دامك واقف في هذا الوطن ان شاء الله يقول لك حب الوطن وحب الايمان. ان شاء الله ربي يجعلك من المؤمنين من الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان شاء الله راك نور على نور في جهه الرسول. امين. صدق الشيخ قلت خويا العمري زكريا صلوا على النبي زكريا العمري يخلق قديما هو يهديه الذي هو يدعوني ويسقيني واذا مرت فهو يشفيني واذا مرت فهو يشفيني لو ان هذا القران على جبل لرايته خاشعا مصدعا خشيت له وتلك النار تدعوها للناس لعلهم يذكرون والله الذي لا اله الا هو العالم ذي الشهاده والرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا هو الملك الملك السلام الفاضل المعين العزيز شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يا رب جبنا لك هذه الطلبه وهذا القران شفاء وهذا المجمع حتى تتقبل منا هذا الدعاء وتدعوني نستجب. هذه امتك وراها تدعي في الله سبحانه لا اله هو. يا ربي حتى زكريا من لينا ان شاء الله حل البحث. يا ربي شافيه. يا ربي عافيه. يا ربي طبع له. يا ربي اللي راه مريض في هذا المجلس واللي راه طالب واحد الحاجه في هذا المجلس اللي الله يقضي له عشره. الله يبلغ المقاصد لكل قصد. وشي عمر مع شي عمر طلبوا لهم
قولوا شي عمر مع شي عمر نطلبوا لهم رب العالمين من ليله ان شاء الله الهدايه امين الهدايه صلوا على النبي انت بلغت المقصود ان شاء الله ربي يبلغ مقصود امين وبلغت الامانه ربي يوفي مراد وراك نور على نور ان شاء الله بجاه الرسول تبقى مريق العام ديالنا والجنان شاجي ان شاء الله امين والحمد لله يا شيخ يا شيخ رانا سمعنا بالصلح بصح ما شفناش الصلح ما سمعتكش لا لا سي الصلح الصلح سمعنا به بصح ما شفناش ما عليك لازم تقرب لازم تقرب لا مازال اللي لا يباتوا يشال مغلبا الحدث اش بعد 10 دقائق راه وراه لا مازال لا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ها شمت وجمع شمت سلام عليك ورا ولاد المدح يا ولاد المدح شمت داك حنا جابكم زيارتكم هاي وي لما قعدت زياره ولاد المدح انا في امانه عطاني راه ما فيهش جاي لك حد تقول لي ما جيتش انت بالله من الشيطان الرجيم أبا حسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون تعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون ربكما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المشاد من بحر فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويقال ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من السماء والأرض كل يوم هو بشأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكما أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا محشر الجن والإنس إن استعنتما السير الله يحفظه فيها امين عبد الشهداء الله يقريهم امين اللي ما عندوش الله يعمر بيته امين واللي عنده الله يزيدله امين واللي مصاب في حاجه الله يقضيها ان شاء الله امين الله يصرف علينا وعليكم البلاوات امين خرجت من الارض ونزلت من السماوات امين يا رب يحفظ هذا الوطن تاع الجزائر امين يا رب يرحم الشهداء امين يا رب يقدس روحهم في الجنان امين يا رب يعقوب ورحم رضاه من ديار الجنه امين يا رب يجعلهم مع العلماء والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا امين اللهم يا رب يثبتنا وثبتكم بقول ثابت في الدنيا وفي الاخره ويجعلنا له واياكم من المقبولين سي الحاج محمد السيناه ربي يرحمه ان شاء الله امين سي الحاج محمد ربي يرحمه ان شاء الله امين ربي يقدس روحه في الجنان امين ربي يجعل قبره روضة من رياض الجنه امين ربي يجعله مع العلماء والشهداء والصالحين واحسن اولئك رفيقا امين امين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين.